الموضة كلها بترجع زي ما زي كانت زمان. زي زمان. يعني لو هتلاقي مثلا منقط ما كانش اعتقد ما كانش في السبعينات، هي كل يعني فترة بترجع تاني. انا كمان عايزة اتكلم معاك في حاجة، مثلا المخطط مش كل الاجسام بيليق عليها، واحنا الشاريات يعني في بيبقى جسمنا ممتلئ شوية، اوكي فمثلا ممكن الخطوط اللي بالعرض تبقى بتتخن، خطوط مثلا اكيد. اللي بالطول ممكن تكون بتطول. لو سي مثلا هنتكلم دلوقتي واحدة مليانة شوية ونفسها تلبس الموضة، يعني لو حاجة فلوري تختار ألوان إيه مثلا في الفلور، يعني في الحاجات الفلاورز تختار إيه؟ اهم حاجه تختار فلاورز يكون صغير مش كبير، لان أوكي الكبير بيزود او بيبين الجسم، فتختار حاجه صغيره. سيان عايز تلبس منقط، عايزه تلبس منقط تلبس برضو نقط صغيره. دي اللي هي الرفيعة ولا لا دي المليانة؟ المليانه. المليانة. طيب يبقى الفلاورز هتبقى صغيرة ايوه للمليانة والنقط هتبقى برضو رفيعة، صغيره. أما تبقى جسمها رفيع ممكن تلبس الحاجات اللي هي أكبر شوية. أوكي الجسم الجامب رفيع. سوت مثلا، جامب سوت طالع موضة، بنشوفه في الجينز، بنشوفه في الماتيريال، في السلك حتى، بنشوفه في حاجات كتير قوي. هنشوف النهارده جامب الجامب سوت سوت ممكن برضو للمليانة ولا لازم تبقى واحدة رفيعة؟ على حسب الموديل. في موديلات بتبقى سليم فيت، دي بتبقى عايزه حد رفيع، وفي موديلات بتبقى منفت اللي هي واسعه شويه، البنطلون نزل على واسع شويه، ده ممكن ينفع للمليانه، يبقى حلو قوي يعني بيدي ومتهيألي شيب برضو حلو. الخامة بتفرق، يعني لو القماشة مقلمة حرير اكيد. هتتخن عن القماشة اللي ماسكة. في على حسب الماتيريال طبعا. في خامات جديدة دلوقتي، حاجات اسمها سكوبا وكريب، بتبقى بتظبط شيب الجسم. دي نقطة مهمة دي بتعمل للناس اللي ريشيبنج دي يعني. بتعمل الشيبنج. طيب مثلا الليكرا لسه طالعة موضة، الليكرا برضو في ناس بتحبها، تقولك الليكرا بتلم الجسم، هي الليكرا ستاندر ما عند نقدرش البنات، نستغنى عنها ما نقدرش نستغنى عنها. كل الاعمار فعلا. الليكرا دي في بنطلون، في توب، في شميز، كله ليكرا. بس بتفرق بقى الماتيريال زي ما قلنا، يعني في ماتيريال بتبقى تقيلة شوية مش خفيفة قوي. دي لو واحدة مليانة لبست حاجة ليكرا تايد مع الماتيريال التقيلة دي بيبقى شكلها كويس دي نقطة مهمة، لأن ساعات جدا، بشوفهم لابسين خفيف بيبقى مبين عيوب الجسم، صح؟ بيبين دفوهات الجسم. اكيد فلازم تاخد بالها من نقطة إن القماشة تبقى تخينة ما تبينش اختيار العيوب، الماتيريال واختيار الموديل واللون طبعا. واللون طبعا اهم حاجة في اللبس.